بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب مهندس موقع ملاحظات هامة وسريعة عن قص الأعمدة. ممنوع قطع سيخ المخ للحفاظ على تماثل وضع الأسياخ داخل العمود ويجب ثنيه للداخل. يا باشمهندسين يا متعلمين يا بتوع، صلى على سيدنا النبي. العمود لازم يكون متماثل، يعني أسياخ الحديد لو العمود مثلا قسمناه اتنين، الجنب اليمين لازم يكون قد الجنب الشمال بالظبط. طيب لو احنا حطينا سيخ في المخ، يعني جينا في المخ حطينا 3 اسياخ، ففي سيخ جاي في النص العمود هنا، يبقى لازم يكون في سيخ مماثل للناحيه الثانيه موجود. طب لو انا جيت اعمل قص للاعمده وقطعت العمود ال 90 مثلا، خليته 80 سنتي، السيخ ده لما يتقطع وفي واحد ثاني مقابل ليه الناحيه الثانيه في الاتجاه المعاكس، لو اتقطع يبقى العمود هيميل السي جي بتاعه، الوزن بتاع العمود هيبقى مايل في الاتجاه الثاني، فده خطأ. عشان كده لازم حضرتك تاخد سيخ المخ ده، يا اما تقطع سيخين المخ قدام بعض لو الاريا ستيل زياده وانت ما انتش محتاجها، او ان حضرتك لازم تتني سيخ المخ ده بزاويه 1:6 داخل اشار العمود وتنقله داخل العمود علشان يظل العمود متماثل. بشكر حضراتكم وبسالكم الدعاء، وجزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.